تنها بناي خوا فير خوازان صلاي خواتان ليبي امر دز دكين بدرسي حوتم الدرس السابع لكتاب زماني عربي بولي يانزا تعبير كتابي دربرين امر دربرين مان هيا ديارا دربريني او رومان لسر فلاح هندي جتياريكي نشاط كتابي تعبير كتابي أصرد حادثة أوصلتني إلى حافلة اليأسيان أصرد حادثة كاتا حادثيك باز دا كم رداوك أوصلتني إلى حافة اليأسي كمني قاندوتا أوبري بأميد بنا ثم أذكر كيف خرجت منها بلام دواي باسي دا كم تشون ليدرتشو زائما قصيك من بوهنا ون بناوي فلاح هندي جوتياريكي هندي كان هناك فلاح هندي بسيط أصيبت زوجته بمرض خطير ديارة لنا جوتياريكي سادو ساكارها بوا خريكي شكاري خوي بوا أصيبت زوجته بمرض خطير خزانكي نخوش دبي با نخوشيكي ترسناعك وأراد أن ينقلها إلى المستشفى ديبي باتا بو خستخانة نخوشخانة التي تبعد عن قريته بحوالي 75 كيلومترا كلما على كي درب وحفته وبينش كيلومتر ديار حفته وبينش كيلومتر مسافية كيزورة ولكنه كان لا يملك أي وسائل نقل سوى بعض الوسائل البدائية جدا كبلام خواني هش تجنبه كبيجوازته وبون خوشخانة عندك وسائل سرتاين به وبالطبع لم ينجح في ذلك وتوفد الزوجة في الطريق بلام زور بدأ خواني تاني خزانة كي بجوازته وبون خوشخانه لرجاء وفاتكرت من ذلك الحدث وهذا الرجل يفكر في هذا الطريق الكبير والجبل ودواتر بياوة كبيري كردوا لو رداوا كهذا الطريق الكبير والجبل عملاق أو ريقا دورو أو جبل قوري كلسر ريقاي بونيتواني وخزانة كيبريتان خوشخانة مردوا الذي يقف في منتصف الطريق المؤدي إلى المستشفى كريقين قربوا أو شاخة قورا ريقاي تسكت بوا نيديش نيش خيزانة كيبرت أو نخوشخانة واتا أو حادثة كاريجري لسر أو كسهبو ويجبره على الدوران من حوله مما يزيد المسافة أضعافا كاتا دبو زر سرابايا بدوري أو شاختاتا دقيشتي أو نخوشخانة وكيف كان هذا الجبل سببا في وفاة زوجتي شون أو جبل قوري بو لدزداني خيزاني أو فلاحة هندية فقرر تحطيم هذا الجبل بمفرده وهو لا يملك سوى مطرقة وأزمل وكان في سن كبيرة كواتا أو جتيارا بيري برياري دا كأو شاختيك بشكيني كبتنياج بو تنها مطرقيك واتا دايكي هبو وكان في سن كبيرة كأو بتمنيش دات شوبو بلام عزم جزمي هبو ابتدى بأم شاختيك بشكينم بدأ بالفعل في تحطيم الجبل وجميع من حوله دستيك بشكاندني جبلك وأويل دوري بوردي يسخرون منه ويضحكون على سلادته بلام أويل دوري بوري بون وخلكاني تر قالتان بيدكر بي بيدكني على سزازته لسر سادي وساويل كي أو شخصي ولكنه استمر في عملي على أي حال بلام بردوامه قريبا كزندا وأصبح ينقل الصخور لأيام وشهور وسنوات طويلة تعتبر دقور كان دقواسته وبشو بروج بمان بصال بردوان بو وبعد مروري بسدو عاما دوايد بسدو صال تمكن من فتح أقصر طريق يؤدي إلى المستشفى تواني بتنها أو رقا يكون بكا رقاك بلو مستشفى وقد قامت الحكومة الهندية بتكريمي تاتا حكومتي هندي هستابا الرئيس قرتني أو فلاحة هندية كزاديك بردوبنا أو شاخة قولدا وأنشهت أول مستشفى في قريتي تحمل اسمه وخستخانيك نخوشخانيك شي دروس كد بناوي أو فلاحة هندية كواتا مروف دتواني أقر بتنياج بي شاخش بروخيني ليردا أو من بودر دكوي كواتا أو كابرايا أو كسا توشي نخوشيك بولد ازداني أفرتكي بلام دواي كاريگري لسر بوتواني او كارا گوري بكا دوام لسر چي دنوسين لسر گنج باسي گنج دكين اهلا بك يا عهد الشباب على طريقة نص الامل الخصب اكتب نصا ادبيا عنوانه بادئا هكذا اهلا بك يا عهد الشباب صلاود ليبي اي سر دمي گنجي كاتا ايما او ويني هندك گنجي كداما ناوا امر باسي چيتان بو دكين نصيك كباسي چي دكات باسي شباب دكات واتا جنج
الشباب لحقيقة ده هو محرك الحياة في المجتمع كواتا جنج أويك جولينري جيانا واتا مجتمع لخاتا جولوا وقلبها النابض ومجددها ومطورها كواتا جنج تيجي هي قلب ويك تشعلاكي هي دتوانين ويقريب كا دتواني مجتمع نوكاتوا فالشباب هم طليعة المجتمع كواتا جنزكان بيشكوتني كومالغان وعموده الفقري بربري بشتي كومالغاتي جنجا وقوته النشيطة والفعالة والقادرة على قهر التحدي وتذليل الصعوبات كواتا جنجيا جنجي تشالاك أو مجتمع تشالاك دكات وفعالي دكات والقادرة على قهر التحدي كواتا جنج دتواني الظالبي قهر وتظالبون التحدي فيش هاتا كان والمواجهة دتواني الظالبي بسر التحديات كان ده وتذليل الصعوبات ولا بردني ناخوش يكان وتجاوز العقبات يعني تي براندني كوس بكان وتجاوز العقبات فدوره الأساسي واضح في المجتمع أكثر من غيرها كواتا دوري كي جرينجي هي لكم القادة جنج ولديه الاجتهاد بما تملكه من قدرات بشرية ومادية للحفاظ على الأبناء وتأهيلهم كواتا جنج خاوني تشن توانايا كي بشرية وماديشة كرولا كان دا فاريزي وأمادان دا لتحميل المسؤولية بوي برسالتي هالبقرن وتمكينهم وحمايتهم وتوانايا نهبي وباريز غاري بكن من الفراغ الأيديولوجي القاتل كاتا فراغ لكم القادة دا بيقنس بريدة كاتو لذا لبرأ فإن أي مجتمع يجب أن يفتخر بشبابه بيستهمو كم القاك شانازي بقنزة كان يوبك لأنهم الرئة النقية التي يتنفس منها كواتا وكو رئيه قوالة جسمي إنسان دايا كا مروف هناسي بيدا كواتا هناسداني كم القاتيا جنجا هنا سداني كومالغاتيا جنجا إن الشباب هم عنصر الحيوية والعطاء كاتا تخمي كومالغا جنج بك هاتيكي زيندوي كومالغايا فإن هذه الخصائص ترشحهم ليكونوا طليعة التغيير كاتا أمجوان لذكا كاببنا هلب جيردراوي بيشكوتنيو غورانكاري ورواد كل جديد وبيشنجيو همو بيشكوتنيك ذلك أنه يغلب على عنصر الشباب الميل للتغيير وعدم الرضا بالقديم كاتوادك قنز كون رازين به والبحث عن الجديد بقرب دوين وقريدة ومن هنا ليلة فإن وقود التغيير يعتمد أساسا على حماسة الشباب كاتا قران كاري لقنز كان دا بنتسيك أساسا على حماسة الشباب وصلابة إرادتهم كواتا ليلة دا حماسة الشباب واتا شجاعة جنزكان وصلابة إرادتهم وصلابة إرادتهم وقوة لإرادتهم ويعتبر الشباب وقودا لحركات التغيير في كل مجتمعات ووادا ندري جنزكان داينمون غوران كارين لهمو كومالغاك دا لما يتمتعون به من حماسة القلب كواتا قلبي كي شجاع يعني هي واتا وذكاء العقل وزيركي كي لرادة بدر يعني وحب المغامرة والتجديد وهروها ليرة مغامرة يعني أجر لسر أو إيش توش مردنيش بن جوي بينادا حب مغامرة أوي المغامرة واتا غير مهتم بالموت يعني أجر إيش يقدك أجل بينا أو إيش جاب أمره هر بردوام دبي والتطلع دائما إلى كل جديد دائما بدون نقري هذا والثورة على التبعية والتقاليد إلا ما كان دينا قوي أو تراثا صحيحا الشباب المهيمن بالعلم والمعرفة الطموع القادر على الأخذ بزمام المادر فيجب تعليم الشباب ضرورة التطلع إلى المستقبل والسعي وراء تحقيق المستوى الأفضل للعمل من أجل تحقيق ذلك كاتا بيويستا جنجكان بو كومالغا زور ضرورا بو إلى مستقبل دا مستقبلي كي روشن بكومالغا ببخشن بو كومالغا بجن آستي كي زور قورا وآمادة بكرين بو للعمل من أجل تحقيق ذلك فواجبهم كمواطنين يملي عليهم التطلع إلى التقدم وتحقيق القوة والعظيمة لأمتهم ذلك من خلال التحديد ونشر الأفكار والمعلومات الجديدة
کاتا پێویست من بچی بۆ پێشخستنی کۆمەڵگا بیرۆکە بڵاو بکەینەوە وە زانیاری نوێ ئەلەتی توحفیز و عەشەبابە ئەلافی تەعبیهی تاقاتیهیم کاتا پێویستە ئەو وزەی گەنجەکان هەیانە لە موژتەمەعدا سەرفی بکەن و موقدەرەتیهم عەلا تەختیتی وبەرمەزەتی المستەقبل واتە تەختیت دابنێن چۆن کۆمەڵگە پێش دەخەن و بەرمەجەیەک بەرنامەیەک بۆ چ دابنێن بۆ داهاتویان خلاصة الموضوع عرفوا الشباب الشباب هو محرك الحياة في المجتمع وقلبها النابض ومجددها ومطورها فالشباب هم طليعة المجتمع وعموده الفقري كم هناك مسافة بين البيت الفلاحي والمستشفى كاتتشنبو بين مالي جوتياركا جوتيارة هندكا لقل خست خانك أنا خوش خانك 75 كيلومتر بو هل نجح هذا الفلاح في تحطيم الجبل آية فلاحك سركوتوبو لشكان دني شاخك نعم بله شكان سركوتوبو لبر سركوتوي إرادكي شكرا على حسن استماعكم